بدأنا من 10 الصبح، ما فيش تذاكر او زي ما هو قال دعوات. زي ما انت شايف الناس كلها موجوده، وفي الاخر لسه هو محنش على الناس بقراره، ولا حد بيرد لحد خالص. بس احنا ما بنتعبش، واحنا معاه اهو، هو ليه ربنا بقى. احنا دخلنا الماتش اللي فات تمام، وما عمل ماتش بشاية، ما فيش مشاكل، الجمهور كان بشكل كويس، هو ما عملوش حاجه غير كده. بوزع التذاكر امبارح على الاعضاء، هو المفروض الموضوع في ايد الكاف، ومنع زي ما انت شايف زل الجمهور من الساعه 8 الصبح، ومفيش حد عارف يستلم تذكره، في حد بيعمل حاجه، ومفيش اي حاجه. اقول لك اتعدد 3000، جمهور الاهلي داخل 10000، وجمهور الاهلي داخل كامل، واحنا زي ما انت شايف كده واقفين في الشارع مسرحيات ربنا.